بعد التحديث اللي نزل صار سهل انك انت تجيب ايجرس. بالبداية كان الموضوع شوي صعب لانه في له مهمة مخصصة، بس حاليا الموضوع سهل كثير جماعة الخير. والله اللي عملكم دجاج مشوي باذن الله تعالى. ايوه قبل ما نبدا صار سيدنا هون علي افضل الصلاة والسلام، اشكركم على اليوتيوب، لا تنسوا اللايك لهذا الفيديو، تابعونا في الديسكورد يا جماعة، اهلا وسهلا بكم، تلاقوا رابط بصندوق الوصف. قبل التحديث كان في ايتم مهم كثير، كان اسمه هذا هو نايت بليد. ايتم عبارة عن ليجندري بتجيبه عن طريق مهمة، لازم يكون ليفل القدرة عندك 180 عشان تفرن في هاي المهمة. بس اللي صار تقدر تصنع بدون الايتم، بس كل عليك انك تجيب 3 شارد بس من دراجون نايت شارد اسمهم، يكون موجود بالبنر، تجيب منه 3 تصنعه والامور سهلة. الله لا يوفقهم، قعدنا ايام واحنا نجيب الايتم. نيجي على بنر هون نشوف شو فيه، تمام نعمل زي هيك، راح نلاقي هون بدل السنة نلاقي دراجون نايت اللي هو ايجرس، تفتح عليه شاردات من هون زي هيك بالعشرة. انا بفتح 200,000 اقل اشي يعني عشان اجيب ايش الليجندري يكون موجود معي 100% بتحصله يعني، فبتجيبه وبتصنعه الامور طيبة كثير يا جماعة الخير. بس اللي ما بتعرفوا انه الشخصية كثير اسطورية لدرجة مش طبيعية. خلينا نعمل شوكيس سريع نفرجيكم ايجرس وعمايله. بس اسمعوا انا ضايف شغلة على ايجرس، اشي اسمه تريت. لما فوت على الابيليتي هون الستات هون عندك في شيء اسمه تريت هون شايفينه، هذا التريت عندي طلع لي انا استخدمته اسمه بومباستيك. هذا بيعطيك ايش؟ اتاك هاف 10% تشانس تو كرييت اكسبلوجنز، يعني عندك الهجوم تبعك في نسبه 10% انه يظهر انفجار. لما حطيته على ايجرس صار الموضوع اسطوري. تعال خلينا نشوف لنا حدا ندمجه. تعالوا عندنا هون البوتات هاي اللي هون، طلعوا عندنا هذول الاثنين. اول حركه ما بدها اي استمنه، شوفوا فوق صفر عندي ما بدها استمنه نهائيا، يعني حركه الاي اللي هي انفيرنو بيم. والله يا جماعه الحركه هاي طبعا بتقدم تتحرك وبتحركها على كيفك يا اخوان. هاي الحركه بس بمسكها بلاعب بس بده يحكي معك هندي ارستقراطي، بس بده يحكي معك يعني بتدمر حتى نفسيا بيتعب هو. انفيرنو بيم بتعطيها زي هيك بتتحكم فيها زي ما بدك يمين وشمال، شايفين الانفجارات هاي هي 10% الانفجارات اللي كنت احكي لكم عليها. هاي بالنسبه للحركه الاولى. الحركه الثانيه اللي هي خلينا نبلش فيها اللي هي سيدي السيف داش، البلوك تبعه هيك تمام، والبوست تبعه هيك شايفينه كيف هيك بيكون البوست تبعه، بس في له موسيقى طبعا ان شاء الله بيكون في على كوبي رايت باذن الله تعالى. البيسك اتاك دقيقه، البيسك اتاك طلع دراجه، البيسك اتاك 1 2 3 4 اوكي هذا البيسك اتاك بالنسبة للعادة. اما خلينا نشوف حركة الاكس اللي يقرب 1 2 اكس تمسكه زي هيك تعطيها زي هيك تمام. نيجي هسه حركة الكيو، الكيو عبارة عن صرخة يا اخوان، طلعوا الصرخة ما اجملها. طلعت شلون يجي زي هون، ايش هذا؟ دقيقة شو لقيت اشي بالارض والله ما بعرف شو هو، اشوف شو هذا؟ كلاكرز والله ما بعرف شو ناسي بصراحة. خلينا نشوف الكيو دقيقة نشوف الكيو. لازم شوية تستمنى، اوكي حاليا نستخدم الكيو. والله رهيب يا جماعة. نشوف حركة الار اللي بتضرب ضربة بعدين بنفجر، اشوف بضرب زي هيك بعدين بنفجر عبارة عن نار وزي هيك. الحركة التي اللي اسمها فاير بول هاي يعني بعيد بتجيبها مسافة عن بول، اذا كان بعيد عنك الخصم تعمل زي هيك طلقة نارية صغيرة بعدين بتفقع فيه طبعا، بس لازم تمسك فيه، تمسك فيه هاي الطلقة. فاير بول، فاير بول جيتسو، اعطيها ساسكي. والله شو هذا؟ طلع استندل معاه، يا ويلي شكله ستاند هذا مش كويس ابدا، مش كويس ومضر بالصحه. اخوي توكل على الله، انت ما بدنا نلعب معك، انا ما بدي العب معك ابدا. الشباب اللي هم مثلا عنده زي هذول زي هيك تيجي زي هيك بس حرف التي انتهى موضوع. ايه لسه عايش هذا ولا في عندنا شيء اسمه دراجون فيوري. دراجون فيوري هاي اللي هي اتوقع شيل، اوكي بتختفي انه بتعمل داش مع شيل بتضرب ضربه حلو، هاي اذا كان بعيد عنك شوي صغيره ما بياثر في ضرباتك، بعدين بتروح بتسلخه زي ما بدك، بعدين بتقبس ايه او بتحرق وبتعمل دجاج مشوي. دراجون فيوري مره ثانيه بتضربه زي هيك، اوكي عندنا التي شفناها، الار شفناها، في عندنا شيء اسمه اللي هو دقيقه اشوف اللي هو فليم بيلر. خلينا نشوف فليم بيلر اللي هي حركه الزد هاي، رهيب الحركه يا جماعه هاي، يعني ياما شقيت ناس فيها، كثير شقيت ناس فيها بصراحه. مره ثانيه ادي طالع وين الانيميشن انت، ولا كل ما متعوب عليه بشكل كبير. طيب عندنا اللي هو الجي اللي هي ناسيها الجي انا شو هي، اوكي بتطير فوق بحدد لك مساحه. هل انا بقدر احدد هاي المساحه؟ طيب انا ولا مره جربت بصراحه، بيكون مسافه دائما قريبه عندي، بقدر احدد المساحه هاي اذا حطيت مثلا الايم يكون غاد، بعمل زي والله بتحدد المساحه. حلو عن بعيد بتجيبه، هاي الحركه ما كنتش اعرف عنها انه بتجي بالمسافه هاي الطويله،
والله شغلة أسطورية ترى، وأنا ندمان إني ما استخدمتها بالفايتات، بس يلا يلا الجايات أكثر من الرايحات ما عليكم. ظل في عندنا حركة أخيرة اللي اسمها دقيقة شو اسمها؟ دراكونيك شيلد. دراكونيك شيلد اللي هو درع التنين كأنه، أشوف اتش. شت لازم إني أعبي السمنة. كيف تعبي السمنة؟ بس بالفاير بول. تعمل زي طلع السمنة طلعت 30، لما يكونوا مجموعة طبعا زي هذول هيك بتطير للمية السمنة. الكول داون تبعها جدا بسيط وسريع. طلع عمل زي هيك صار عندك 100 على طول. بالنسبة للدرع الشيلد بتعمل شيلد زي هيك، طلع الدرع اجاك يجيك درع زي هيك، بس سريع الاختفاء بس ما بتأثر من اي اشي تقريبا. والزد اللي فليم، لا مش الزد قصدي الفي اللي هي الليب. اشوف ما فهمت هاي الحركة شو قصتها يعني، او انه شو فايدتها مثلا، هل هي استعراض، هل هي اشي تاني، ما بعرف. ما فيها دمج ابدا، طلع هاي الليب زي هيك هون على حرف الفي ما صار له اشي، بس انه نط وطار وقعد. ليش طيب؟ ايش الحركة الخايسة هاي؟ والله في فايت واحد مع يامي، ميامي مع ايجرس صحيح. انا بساعد يامي بالنسبة لي، بس وينه؟ انا مش شايفه. وينه؟ تعال 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 تعال. اثنين ايجرس ضد سبايدر. هذا نزل جديد، والله نزل جديد هذا يا جماعة. يلا ابلع ابلع سبايدي. سبايدي مان ها. سبايدي مان قال. توكل على الله، بس شخصية جديدة سبايدر مان بتجنن. اي والله رجع هذا، ولك بترجع مرة ثانية، بترجع مرة ثانية. ليش ليش؟ والله والله اوف 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 اوف. اول مره اشوف الشخصيه انا بصراحه. يلا تعال تعال، خذ هاي امشي، وخذ هاي. ايه ما جت فيه، خذ هاي. اوكي تمام، حرف الواي حكينا، حرف الجي تحدد وبتنزل عليه. والله نار، والله نار. دقيقه دقيقه دقيقه. ايه شو بجيبه؟ والله بجيبه. جبته الا شو؟ جبته. شت بعيده كانت. تعال سبايدي تعال. ايه هاي ات شيلد. تعال نبلش فيك كليكات اخونا بالله. اثنين ايجرس ضد سبايدر مان، ولا ايجرس يامي. والله يا جماعه سبايدر مان هذا لازم نجيبه كمان، لازم انه نجيب سبايدي. سبايدي عجبني انا، بس انت نوب. صحيح انك انت سبايدي بس انت نوب. تعال 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 تعال. لا انا اسف. تعال خذ هاي انت وريح لي حالك وهدي لي حياتك، توكل لي على الله. هدي حالك حلو كلام. خذ هاي. والله والله جبتوا فيها الفاير بول. ليش؟ والله دمجه عالي. دقيقة دقيقة دقيقة، دمجه عالي دمجه عالي. اثنين ايجرس. اوكي خذ هاي. شيت مان شيت. خذ هاي حلو فقعة، وخذ بعديها هاي. اتوكل على الله اخوي سبايدي. تخرعوا مكان سبون البوسات. تعال تعال افرجيكم من هون هيك. نفوت على الكهف هذا هيك. الله طايرين. نضغط على هذا السيف. طبعا هذا السيف على طول رح يودينا على مكان اسمه دومين يعني. تمام تعال يا عمي تعال، ضلك كابس زي هيك. اوكي ودانا على الدومين. هون بالرسم البوسات، هون بس وقت الفلوس، هون فائدة الفلوس بالضبط يعني تحديدا، غير البرستيج طبعا. نعمل زي هيك اشوف، نرسم مثلا الشادو. شادو ما بنقدر نرسمه يمكن لانه بده قطعة صح. شايف ايتمز. في ايتمات لازم عشان. طيب خلينا نرسم مثلا 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 ديو براندو، ولا ابصر مش اسمه هذا. اشوف رسم. كمان بده قطعة. طيب نرسم سانجي، رسم سانجي. نشوف سانجي اذا برسم معنا. رسم سانجي والله حلو 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 حلو. يا الله الكرة اللولبية الحارقة. والله سانجي لا يتأثر بالنار شكله. والله سانجي لا يتأثر. ول 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 سانجي سانجي حبيبي صديق اهدا. خذ هاي سانجي. ايه والله ما جت فيه. دقيقة دقيقة دقيقة. شيل الكليك معاه. فكهة الحب ولا ايش سانجي؟ دقيقة شوي يا اخوان، فكهة الحب هاي ولا متهيألي؟ اصبر 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 شوي. اصبر 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 اصبر. خذ هاي خذ هاي. حلو طلع دمه قد صار دمه 7000 من 10000. دقيقه خلينا نمسكه. امسكه زي هيك تعال. اوكي امسكه. ابعد 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 ابعد. حلو 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 حلو. دمشته كويس والله، دمشته كويس. اسطوري اسطوري اسطوري. خدي ايه والله مطار. فكرت راح يطير. خذ هاي. اسف يا يامي انا بعرف انك تخبصت من ضرباتي. خلاص ارتاح شوي يامي، ارتاح شوي. اترك لي اترك لي اترك لي الموضوع. شت. حط شيل حط شيل حط شيل. تعال 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 تعال. شايف والله شيل اسطوري يا جماعه، طلع الشيل ما بتدمج نهائيا. خذ هاي سانجي. خذ هاي زي هيك، بعدين تعمل عقار، بعدين زد. اوكي بعدين شو بنعمل؟ تعمل تي تي تي. خذ هاي. حلو حلو مسكته فيها. والله ما فكيت حب اقسم بالله هذا. اوكي تي بلع بلع سانجي.
بلع سانجي بلع سانجي بلع سانجي سانجي بلع سانجي بلع سانجي بلع سانجي بلع سانجي بلع سانجي بلع اها يا عم روح اقلب وجهك يا عم يا عم انت جاي تفايت مع مين؟ مع ايجرس؟ مع ايجرس يا عم والله ما نزل لا ايتم ولا غيره شوف ولا نزلنا ايش يا جماعة سانجي سحب علينا يا حبيبي هذا مقطعنا اليوم حبيته ايجرس صح؟ اذا ما حبيتوه اكيد انت في مشكلة في عقلك اكيد طبعا لانه ايجرس سفاح اسطوري طبعا ماشي فلا تنسى لايك هذا المقطع شوف الفيديو الثانية السلام عليكم.